يقولون في القذارة نحاس، سنكتشف هذا بينما يقوم فريقان من مفككي السيارات بمحاولة جني أكبر قدر من المال من تفكيك السيارات القديمة. 35 باوندا مقابل 1500. 600. 400. استعد. 400. استعدوا لأكثر الطرق الوعرة التي لا يمكن تخيلها. تم 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 لا تم تم. رجال ناضجون يصرخون كفتيات صغيرات، ومشاهد عدوانية ضد سيارات مسكينة قد يراها بعض المشاهدين مسيئة، لكن ليس أنا، أنا أحبها. في تحدي اليوم على الفريقين اختيار شيء رخيص ويسهل تفكيكه بمبلغ 250 باوندا. سيعاني المفككون كما لم يفعلوا من قبل في إيجاد سيارة مناسبة. يمكنك أن تحصل على شيء نصف مناسب بهذا السعر إن اتخذت الخيار الصحيح. ولزيادة الأمر سوءاً، لدى الفريقين 3 أيام فقط لتفكيك السيارة في مكب السيارات المرخص في غرب لندن قبل بيع القطع بأعلى ثمن. الفريق الذي يحرز أكبر نسبة أرباح هو الفائز. تحدي الخردة هذا صعب ويتطلب فريقين من المحترفين بالأمر. الفريق الأول جورج وشيلدن، والمسؤول عن المرحلة المتوسطة في لعبة التفكيك هو جورج بيرسي. هذا تفكيك ضد الوقت، لذا يجب أن نكون سريعين وقاسيين. والمسؤول عن الأمور النقدية الأمير الأنيق لمنطقة ستانمر شيلدن نيكلز. هذه اللعبة تتعلق بالانطباع الأول، يرى الناس ملابسي ويعلمون أنني رجل أعمال. الفريق الثاني بن وفرانكي، المسؤول الفني هو الأفضل بن شيامانسكي. تفكيك السيارات يتعلق بالتضحية، تضحي بسيارة لتعيش الأخرى. والاهتمام بالأعمال ليس بغريب على فرانكي أوتوي. انسى أمر اللطافة، يجب أن تكون قاسيا وتصيبهم في الصميم. تأخذ ما تريد وتذهب للصفقة التالية. المهمة الأولى للفريقين معرفة أفضل طريقة لإنفاق 250 باوندا. وعلى ماذا سنحصل؟ لا يمكننا اختيار سيارة عادية، يجب أن نختار شيئا مرغوبا أكثر، لا يمكن للناس الحصول عليه كل يوم، كإصدار مميز أو سيارة رياضية، شيئا كهذا. أتعلم ماذا يا جورج؟ في بعض الأحيان وأنت تبحث عن أمور يكون الأمر أمامك ولا تجده. بهذا الخيار سأبقى قريبا من المنزل، منزلي ستانمور. هذا مركز عالمي، هناك مطاعم جميلة، إنه المكان المناسب. لأننا نبحث عن أمر مختلف، أفضل البقاء في منطقة مألوفة لي ومع أشخاص يعلمون كيف يقومون بالأعمال كما أفعل. أول ما سيرونه مع مالك المرآة آل. هيا يا آل، ماذا لديك لي؟ كارمن كيا، إنها محترقة كما ترى، لكنها تساوي الكثير. كم تريد ثمنا لها؟ لن أقبل بأقل من 500 باوند. ما رأيك بمائتين وخمسين؟ هذا ما أملكه. لا، هذا مستحيل. ربما شوارع ستانمر ليست مرصعة بالذهب. في القاعدة حصل فرانكي وبن على سعر جيد لسيارة رباعية الدفع، ويتحدث فرانكي مع صاحب الصفقة. أدم، كيف حالك؟ أجل فرانكي، أجل أحسن. تعتقد أن هذا رائع؟ هل أحضر رفيقي معي؟ هل أستطيع ذلك؟ هل تمانع؟ ماذا؟ رائع.
قاد البحث عن السيارة المناسبة الثنائية الباسل إلى ريف باكنغهامشير. فرانكي، هل لي أن أسألك لما تبدو كتلميذ مدرسة؟ ربما تضحك، لكن هذا هو الزي المناسب للبلدة، هذا ما يرتديه الجميع هناك. الرجل الذي يأمل فرانكي أن يشتري منه السيارة يملك نادي للرماية اسمه آدم فالفيو، ناد رياضي للرماية، وهو هنا منذ 26 عاما. نستخدم سيارات الدفع الرباعي لنقل الأفخاخ الآلية. لدي سوزوكي ساموراي قضت بعض الوقت في بحيرة ربما تكون متضررة من الماء في بعض المناطق، ثمنها 250 باوندا فقط قيمة الخردة. ليس مثالا بدائيا، لكن هذه السيارة كبيرة وبتاريخ عريق، سيارة سوزوكي الصغيرة. أنتجت السيارات رباعية الدفع تحت عدة أسماء، منها ساموراي، تشيمني، أسشي. ربما تكون الأسماء تغيرت مع الزمن، لكن شعبيتها باقية كما هي منذ أن انطلقت عام 86. بيع منها أكثر من 2 مليون سيارة بأكثر من 128 سوقا عالميا. هذه السيارة للطرق الوعرة وبسعر معقول، وشهيرة بين سائقي الطين. لكن السيارات الوعرة تعاني كثيرا، ويبحث المالكون عن قطع غيار، مما يجعل من الساموراي خيارا مناسبا للمفككين. انظر، انها تناديك، انها تصيح اهرب. من لا تكن هكذا، القي نظرة عليها. لا يوجد عليها زجاج فرانكي ولا غرفة داخلية، والشيء الاكبر انظر إلى هذا، هل تحبه؟ المكربن مفقود وغطاء المكربن مفقود وغطاء الموزع والفحمات مفقودين، كل شيء مفقود فرانكي، لا يوجد أضواء، وقال إنها كانت بمستنقع. إن أدار أحدهم المحرك بالمستنقع فإنه معطل أو قد يكون معطلا. تنتقد دائما، هذه تفاصيل صغيرة. انتظر، لا لا لا، هذه التفاصيل الصغيرة التي يمكننا بيعها لأشخاص آخرين إن كانت موجودة. لكن يبدو أن حتى بن يرى قدرة في السوزوكي الغارقة. ينقصها الكثير من القطع، لكن أعلم أنها سيارة شهيرة للطرق الوعرة مثل الديفندر وإس جي، لذا لن نعاني من بيع القطع التي لدينا. ما رأيك؟ علينا شراؤها إن كانت رخيصة الثمن. أحب هذا، سأذهب لأهتم بالعجوز وأصيبه بالصميم وأحصل عليها. أنا واثق أنه سيستمتع بهذا. مع فشلهم بالبحث في ستانمور، بحث جورج وشيلدن عن سيارة رخيصة وسهلة التفكيك قادهم إلى شخص آخر من معارف شيلدن، زعيم الصناعة المحلية مايك. أنا أعرف شيلدن منذ بضع سنوات، قدم لي بعض الخدمات وقدمت له بعض الخدمات، إنه رجل جيد. ربما عليك الابتعاد عن الطريق. لكن هل سيتمكن شيلدن من طلب أي خدمة عندما يتعلق الأمر بالفيات سيتشينتو؟ إنها فيات صغيرة جميلة باللون الأسود، حصلنا عليها مقابل مبادلة قطع، بها بعض المشاكل لكنها جيدة. شركة فيات مصنعة سيارة كبيرة، لديها تقليد بصنع السيارات الصغيرة بحس فكاهي. السيتشينتو أو الستمائة بلغة كوين أخذت مكان السينكويشينتو الشهيرة أو الخمسمائة. هناك طابع هنا. ما رأيك؟ جيدة، أليس كذلك؟ أتظن؟ هل اللوحة الخلفية على الباب جيدة؟ هل رأيت هذا المقعد؟ يبدو أنه منهار. يبدو أن لها قصة. هناك قطع كثيرة يمكننا بيعها، أليس كذلك؟ يتعلق الأمر بالثمن. هناك انتفاخ بها، انظر، سيشتريها الشبان لأنها نسخة رياضية، وأنت تعلم أن هناك قطعا كثيرة يريدون وضعها بسياراتهم كالقطع المعدنية والهيكل. أهي السيارة الرياضية؟ أهي السيارة الرياضية المثالية؟ تبدو كذلك. دعنا نرى إن كانت تعمل. لا تعمل، لا يوجد فيها ماء، إما أن الأنابيب مثقوبة أو أن هناك عطلا آخر. مع أنها لا تعمل سنواجه مشكلة بالحصول عليها مقابل 250 باوندا. إنها رياضية وهيكلها جيد كما قلت، لكن ماذا سيفعل بها؟ أجل، من سيشتريها غيرنا؟ هذه هي الروح المطلوبة. لنتحدث بصراحة، أنا أعرفك منذ زمن ولن أحاول خداعك. أريد 400. أعلم أن هذا ما تريده، لكن ماذا ستأخذ ثمنا لها فعليا؟ سيكون سعرا قريبا، لن أخذ أقل من هذا. لن أضيع وقتي أو وقتك. ما رأيك ب 250؟ هذا كل ما لدي.
أعلم أن السيارة تساوي 400 باوند. مايك، السيارة لا تعمل والمقاعد مدمرة. لن أبيعها ب250. دعني أوضح الأمر بهذه الطريقة. ربما تحتاج لتنفق عليها المال لبيعها، ومن ثم عليك وضع إعلان، ثم عليك استقبال الناس. ستضيع وقتك. أتعلم ماذا؟ هذه ستكون خدمة لك. ما دمت تعلم أنها لا تعمل، عليك أخذها من دون ضمانات. هذا رائع. بما أنني أعرفك منذ زمن، سأعقد الصفقة. شكرا لك، أنت رائع يا مايك، أعجبتني. سيارة فيات سيتشينتو ذات هيكل رياضي ومقعد مدمر ولا تعمل، أطلق سراحها من ستانمور مقابل 250 باوندا. وفي باكس المليئة بالثلوج، اتفق بن وفرانكي على شراء سوزوكي ساموراي غارقة. كل ما تبقى على فرانكي عقد الصفقة. ماذا تريد مقابلها؟ كن منطقيا. لقد تعبت للقدوم إلى هنا. يمكنني الشعور بالجهد يا فرانكي، أنا منبهر. كم تريد؟ 200 باوند. لا بد أنك تمزح، أنت تمزح، أليس كذلك؟ يجب أن تكون 200 باوند. لن أدفع أكثر من 75 باوندا، سأخذها وسأعود إلى لندن على الفور. بها عجلات وكل شيء. بها عجلات كثيرة، 4 عجلات. 100 باوند، سأخذها معي دون طمع، دون طرح أسئلة. ماذا قلت؟ لا، لن أوافق على هذا أيضا يا فرانكي، 150 باوندا. اسمع آدم، سأعطيك 120 باوندا، وتدعني أطلق النار أنا وبن، سأثبت له دقتي بالتصويب. تعلم أتغلب عليه بالتصويب وإطلاق النار، سأثبت له ذلك. هب وفي الصميم. أعتقد أنه يمكنني الوثوق به، لكن ليس بك يا فرانكي. 120 باوندا مع إطلاق النار، ماذا قلت؟ موافق؟ حصلت على الصفقة. أحب هذه الصفقة. 60% من سيارة ساموراي غارقة مقابل 120 باوندا مع هدية. شاهد واستمع وتعلم، راقب ما سأفعله. هب ارمي. اوه، كانت وشيكة. هل هذه الماسورة مستقيمة؟ فيها مشكلة ما. راقبني الآن وأنا أصوب. ابتعد 3 أقدام عن الهدف ثم صوب. حسنا، ماذا تصرخ عندما تبدأ؟ ارمي ارمي. حسنا، ارمي. لنعود إلى المنزل على أي حال. هيا بنا. هيا هيا. مع عودة السيارة الرخيصة وسهلة التفكيك إلى القاعدة، حان وقت التفكيك. لدى الفريقين 3 أيام فقط لتفكيك السيارتين وبيع القطع بأعلى الأرباح. ما سيتبقى من السيارة سيسحق على آلة السحق ويوزن كخردة. قبل أن يبدأ التفكيك، هناك وقت لكي يتفقد الفريقان سيارة الخصم. هذا جميل. جميل. ما هذه بالضبط؟ فيات رياضية. رياضية؟ حقا هذه رياضية؟ إنها صغيرة. إنها صغيرة وجميلة. نعم واضح. إنها صغيرة يا جورج، افتح الغطاء. افتح الغطاء. ما رأيك؟ كم سعة المحرك؟ 1100. 1108. يا للتحديد. وبقوة كم حصان هذه السيارة الإيطالية، السيارة الإيطالية الأنيقة؟ بقوة 54 حصانا. عندما نقول رياضية، نحن نتحدث عن بولينج داخلي أو صالة رياضية. عموما، ماذا لديكم يا رفاق؟ هذه الصغيرة. بدأتم بالتفكيك؟ لا، ستفاجأ. حسنا، للعلم فقط، أزيلت هذه من السيارة لتخفيف الوزن. أصبحت كالعروس الصلعاء. محركها جزازة العشب هذه؟ لا ينمو العشب على الشوارع المزدحمة. لها محرك بالمنتصف. تبدو كأزمة منتصف العمر. على أي حال، من أين أتت؟ بحيرة. سؤالي جاد. بحيرة. 250 باوندا اشترت لجورج وشيلدن فيات سيتشينتو. بالإضافة لهذا، عليها هيكل أباث وغرفتها الداخلية بحالة جيدة. وعلى قمة لائحة الأمور السيئة، المحرك يبدو ميتا كدودو الذي دهس ثم أطلق عليه النار. اشترى فرانكي وبن سيارة سوزوكي ساموراي مقابل 120 باوندا، والتي قضت وقتا طويلا في قاع بحيرة، وتنقصها بعض القطع المهمة ومنها المكربن والأسلاك
والزجاج الخلفي. لكن صدقوا أو لا تصدقوا، سيارة الطرقات الوعرة هذه يمكنها أن تجني أرباحا جيدة. لن يواجه فرانكي وابن مشكلة في بيع العجلات والمحور والمقاعد. وبناء على ضرر الماء يمكن للمحرك أن يجد منزلا جديدا. إنه اليوم الأول بالتفكيك، وكالمعتاد حملة مبيعات فرانكي لا تتوقف. سيارة سوزوكي ساموراي، الحالة معتدلة إلى جيدة، مفككة لقطع غيار أو تصليح. جميلة. مشغول مشغول مشغول. لا يتوقف. في الجهة الأخرى يبدو أن شيلدن بحاجة لحقن ثقة. من سيارتهم اكتشفت أمرا، أعتقد أنهم دفعوا مبلغا زهيدا مقابلها. نحن دفعنا كل ما نملك. لديهم 100 أو 150 باوندا قبل بيع 150 باوندا قبل بيعهم لشيء. يجب أن نجتهد بالبيع. لحسن الحظ يمكن للسيشينتو بيع قطع كثيرة. الفتية سائق السباق، سيعجبهم إطارة الحديد المختلط، عجلة القيادة وممتص الصدمات قد تكون مناسبة لمصممي السيارات. وأسهل شيء يمكن بيعه هو الهيكل. أحسنت. ما هي أفضل طريقة لإزالة هذه؟ سيكون من تجربة الخطأ والصواب. لا يمكن أن تكون مثبتة بقوة، إنها فيات بنهاية المطاف. القطع تتساقط بالعادة من هذه السيارات. عندما نقول تعديل هيكل بالعادة نعني ممتص الصدمات الأمامي وممتص الصدمات الخلفي والدعامات الجانبية والكابح الخلفي. المميز بسيارتنا أنها رياضية. شبكة عنكبوت. إنه متأخر عن فرانكي الذي بدأت حملته بجني المال. تريد الأبواب والمقاعد؟ جميل. الأمر المضحك أن أشخاصا كثرا يريدونها، لذا عليك أن تأتي بسرعة. رائع. هل فككت شيئا؟ لا. سأكون صريحا معك، لم أستطع فكه حتى الآن. ولا أنا. أتعلم ماذا؟ هناك خلل بخطتي، إنها عليها منذ 20 عاما. أتعلم حان وقت ماذا؟ ماذا؟ الأدوات الثقيلة مثل آلة القصف. لا، هذه معدات ثقيلة دقيقة. بالنسبة إلي المثقاب، بالنسبة إليك الشاي. أريد المحاولة. استراحة شاي. لكن استراحة شاي. سيكون من الأسرع أن أستخدم آلة القص، لكن لا أريد أن أفسد المفاصل. إن رأى المشتري المفصل متضررا يمكنه مقايضة فرانكي، وإنه بحاجة كل المساعدة الممكنة بالسعر. كان علي متابعة تغيير الحفارات، لأنه أسهل أن تحفر بقطن صغير لكي تدخل للداخل ثم توسع الثقب لكي يقع رأس البرغي وحده. فرانكي، كيف تسير الأمور؟ أزله أيها الفنان. أزيله؟ نعم. للخارج؟ كما هو للخارج. افتح الباب أولا. أفتح؟ أجل، علي فتح الباب. أنت محق. هي، لن نضيع وقتنا، أليس كذلك؟ باب مماثل بنفس الطريقة. نفس الطريقة. عند العد، عند العد رقم 2. 2. وها هو المشتري المحتمل، رجل لديه حظ عاثر مع الساموراي. ذهبت بجولة وعرة وكسر الضوء وخدش الطلاء، وأنا بالجولة وأنا بالطريق الوعرة، والمقاعد بحالة سيئة منذ اشتريتها. لن أرفع معنوياتك يا أوسكار. أنا مستعد لأنفق قرابة 40 أو 50 باوندا. هذه الأبواب والمقاعد أقول 80 باوندا. 25 باوندا؟ ماذا تقول؟ 80 باوندا. خذها واستمتع بنفسك، خذها إلى المزرعة وأنت تضحك. 35 باوندا، ليست بحالة جيدة وتحتاج لتنظيف. ماذا؟ ماذا؟ تحتاج ماذا لتنظيف. تحتاج؟ ليست بحالة جيدة؟ نعم. قلت 35 باوندا؟ أجل. سمعت.
اسمعني، 65 باوندا ويمكنك أخذها الآن على الفور. 45 فور. 45 لا، ليس 45، الرقم المناسب والمحايد هو 50 باوندا. ما رأيك؟ 50 باوندا. ما رأيك أن أخذ الغطاء معها مقابل 70 باوندا؟ أراك مندفعا. تريد شراء غطاء المحرك؟ أجل، ونزيد 20. دعني أفكر. اتفقنا، وأعجبني أسلوبك. يمكنك أن تفلت يدي الآن، أفلت يدي. غطاء المحرك والأبواب والمقاعد ب70 باوندا. يبدو أن المبيعات متوقفة لدى جورج وشيلدن. كان هناك توقع كبير من هيكل السيتشينتو، لكن المشترين غير متحمسين. أجل، ليس سيئا. لنكن صريحين، هل تعرف من سيهتم بهيكل تشيكانتو؟ سيتشينتو، سيتشينتو. ظننت أنك تعرف أحدا. ظننت أن الهيكل سيكون أول شيء يباع. لا أعلم، لم أبع شيئا حتى الآن. هناك خبر جيد. إنه عادم جنز سبيد من ستانلي ستيل. إنه نظام عادم لزيادة الأداء. جنز سبيد نظام عادم دقيق للسيارات، وهذا يجعل صوت السيارة أرق، والذين يعدلون سياراتهم يفتخرون بوضع جنز سبيد. لنكن صريحين، إنه يكلف أكثر مما أريد. لا لا لا، إن كنت تريده يمكنني أن أرسله لك هذا المساء ب70 باوندا. ما العنوان؟ أعطس دائما عندما أفقد المال. شيلدن، ماذا؟ تعال وساعدني. توقف عن الصراع، انتظر للأعلى قليلا. هكذا؟ نظام عادم مطور مقابل 70 باوندا، ليست ثروة لكنها بداية. شكرا. العفو. في الوقت الحالي سيارة ساموراي لدى بن وفرانكي انتشرت بين محبي سيارات الطرق الوعرة. سرعان ما يطلب فرانكي المعلومات. مرحبا، كيف أساعده؟ تريد عجلات؟ هذا صحيح، عجل. ما اللون الذي تريده؟ اللون الأسود. من المضحك أنك تقول هذا، لأن هذه العجلات أنزلت للتو، تنتظر، وهي باللون الأسود. لا مشكلة، أراك عندما تأتي إلى هنا. إلى اللقاء. تعال، لن تصدق هذا، لن تصدق، لقد بعت هذه العجلات، والمشتري قادم في الطريق. أحسنت، أخبرتهم أنها سوداء. فرانكي، إنها بيضاء، هذا واضح. أعلم أنها بيضاء، لكن يجب أن تكون سوداء لأنني بعتها. ماذا أفعل لكي ينجح الأمر معي؟ معنا نحن. نحن؟ حسنا، الأمر بسيط بالنسبة لك فرانكي. كل ما عليك فعله انزع الإطارات ونظفها، ثم طبقة من الطلاء الأساسي، ثم 3 إلى 4 طبقات من الأسود، ثم دعها لتجف وضع الورنيش، والإطارات تصبح سوداء وتبيعها. لابد من وجود طريقة أسرع. لا. ماذا سنفعل؟ يمكنك أن تتمنى أن يكون لديه أعمى ألوان. يبدو أن غريغ ومات يميزان لون المال، مع أنهما لا يجدان طريقهما لمغسلة السيارات. أتيت لألقي نظرة على العجلات وآمل أن نحصل على صفقة، وأحتاج إلى ذراع توصيل أمامية لأن التي لدي بدأت تضعف. شقيقي جيد في المقايضة، لذا آمل أن يحصل عليها مقابل 100 إلى 150. يشعر المشتري بالثقة عندما يضطر البائع أن يعتذر قبل أن يبدأ التقايض. عذرا، أعلم أنه يجب أن تكون سوداء، أعلم أنه كان يجب أن تكون سوداء، لكنها ليست سوداء، إنها بيضاء. 200 باوند لهذه المجموعة هنا. لا تضحك ولا تأخذ نفسا عميقا، لا أحب هذه الألعاب. إن كانت سوداء لكنت رفعت السعر قليلا. انتهينا من هذا، اعتذرت وانتهى. عن كم نتحدث؟ 100 باوند للمجموعة كاملة؟ لما قلت هذا مات؟ ليست بيضاء حتى، إنها بنية مع كل ذلك الصدى عليها. يتحدث دائما بصوت مرتفع بالمفاوضة؟ نعم.
كم عمره بالمناسبة؟ 14. 14 أحضرته للضغط علي؟ نعم بالضبط. هذا غير عادل. 150 باوندا. لو كانت سوداء. ليس سوداء. هذا ما اتفقنا عليه. بينما اتفقنا عليه وما ستحصل عليه فارق كبير، كبير جدا. تعلم ماذا أعني؟ جريك. 115. 115 لا. من يملك المال؟ القائد مات. سأتحدث معه. سأتحدث نعم. إليك وليس معه، لأنني أعلم أنك ستدفع المبلغ الصحيح. لذا سأقول لك 140 وسنعقد الصفقة وننهي الأمر. ما رأيك؟ تبدو صفقة جيدة. 140 هو يملك المال. أجل. الحصول على 140 باوندا مع بداية فرانك الضعيفة تعتبر صفقة جيدة، ويدخله هو وبن بعالم الأرباح. إنه اليوم الثاني، ويفكك الفريقان سيارتيهما بطراوة بينما يحاولان بيع القطع بأعلى سعر ممكن. إن باوندا. لكن الأمور تتحسن بقدوم مشتريين محتملين، وهما فيل وبيب جونيلا. نملك عملا عائليا صغيرا في الجنوب الشرقي للندن، ونحن متخصصون بالسيارات الإيطالية، ونحن هنا لشراء مجموعة عجلات لفيات سانشينتو. نأمل أن يكون سعرها رخيصا. السعر الجيد هو 110، ربما 120. هذه هي العجلات، وصفتها بأفضل طريقة ممكنة، وقلت إن الغطاء بالمنتصف موجود، لا يوجد به انبعاجات، والإطارات جيدة جدا. إنها ليست سيئة. ماذا تريد ثمنها؟ كنت سأطلب 200 باوند. 200؟ لكن منكما 180. 180. ما رأيك أن نبدأ بقول 100؟ انظر العجلات متشققة. 120 ونحن الخاسرون. إن أخذتها الآن ستحصل عليها ب 150. 150 مع قضيب التثبيت؟ 160 مع قضيب التثبيت. 160. 160. 160 ليس سعرا سيئا. حسنا اتفقنا. حسنا. مع العمود؟ نعم مع العمود. هل تريدان قطعا أخرى؟ لا. أنت متأكد؟ نعم. هذا يستحق المحاولة. 160 باوندا مقابل مجموعة عجلات مثالية وقضيب تثبيت. بقي لشيلدن وجورج 20 باوندا لتسديد الثمن، لكن شيلدن لا يريد بيع قطع صغيرة مقابل مال بسيط. أتعلم جورج، نحتاج إلى صفقة كبيرة. وجدنا ما نريد. أعلم ما تريد، لكن المحرك لا يعمل، لذا ربما هو معطل. علينا معرفة إن كان يعمل أو لا. إن فككنا المحرك وممتص صدمات، يمكنني إزالة الغطاء وإلقاء نظرة. لديك ممتص صدمات يمكنك بيعه، وعلبة التروس. هذا المعروف بمجموعة ممتص صدمات الأمامية، وتتألف من عدد من القطع. الجزء الذي يعرفه الجميع هو ممتص الصدمات والنابض، وهذا ما يعمل عندما تسير على شارع وعر. وهذه ذراع التحكم، وهذه ما تتحكم بوضعية عجلاتك على الطريق، سواء للأمام أو للخلف أو لليمين أو لليسار. وهذا طبعا يعتمد على طبيعة الطريق. قضيب منع التدحرج هو كما اسمه تماما، يمنع العربة من الميلان من جانب إلى آخر. لذا إن صدمت بحفرة من هنا يدفع العجل للجهة الأخرى لكي تحافظ على التوازن. جورج ليس الوحيد المهتم بنظام ممتص الصدمات الأمامي للفيات. المحور الأمامي وعمود المحرك والعمود، هذا بعيد جدا. هناك مبلغ على التوصيل، أتعلم هذا؟ حسنا، هذا مثير. لنقل أوقعت بي بسهولة. أين تقع ستاك؟ خارج الطريق السريع السادس جنوب بيرمنغهام، وهي موطن لفريق في الدور الممتاز ومكان ولادة روبي ويليامز. لكن لما يذهب شيلدن إلى هناك؟ أنا في طريقي إلى شركة تدعى بليتسوورد في ستاك. الشركة تصنع سيارة صغيرة للطرق الوعرة، وتحتاج قطعا من فيات الرياضية. أريد 150 باوندا مقابل هذه القطع، ولكن الأهم أن لدي رغبة شديدة في أن أجرب هذه العربات. المسؤول عن المرح هو ستيف مالس.
لشيء مثل جوي رايدر وهي إحدى سياراتنا الأساسية، سنستخدم قطع سيارات مستعملة مثل فيات سيتشينتو لأنها سيارة خردة وقطعها رخيصة جدا. هذا ما يحدث عندما تحصل على جميع القطع. هذا ما نعمل عليه بها. محرك ساكسو الآن بسعة 1.6 لتر. جميل. تسير بسرعة 150 ميلا بالساعة. 150؟ 150 أو 160 إن ضبطته جيدا. أليست هذه مورغان قديمة؟ إنها مورغان قديمة بالتأكيد. حصلنا عليها وهم يعملون عليها الآن. سيتطلب الأمر سهرا حتى تنتهي هذه، وسنعمل على الهيكل ونكون أنجزنا العمل. رائع. أريتني ما لديك. سأريك ماذا أملك لك الآن. رائع. قطع جيدة، تبدو بحالة جيدة، بها محور جيد يمكننا استخدامه. لما لا تريني ماذا يمكن لهذه العربات أن تفعل ثم نعود للتحدث بالمال والشراء؟ فكرة رائعة. حسناً، لنفعل هذا. ربما لا يبدو هذا الوضع مثالياً لصفقة حتى عندما يطير على المرتفعات وينزل الجبال. ماذا تفعل؟ عقل شيلدن يفكر بأمر واحد. لن تحصل على القطعة مقابل 75 باوندا، إنها 150. أوه، اكتفيت. كنت أفكر بمئة. مئة جيدة بالنسبة إلي. لا أعتقد ذلك. ما الذي تفعله؟ هل خلعت العجلة؟ أجل، السيارة بخير، لكن العجل خرج من مكانه. أرأيت، ستحتاج إلى قطعة مني. ليس هذه فقط، ستحتاج إلى قطعة كثيرة. يجب أن تكون 150. حظينا بوقت ممتع اليوم. أتعلم ماذا؟ تستحق 150. أحسنت يا رجل. شكرا لك، أنت رجل بارع. شكرا لك. وربما تكون هذه حركة لقلب النتيجة. ارتفعت أرباح شيلدن وجورج. أنت مجنون، أتعرف هذا؟ إنه اليوم الأخير وسيارة السوزوكي ساموراي تتابع تقديم المال لبن وفرانكي. حتى آلة قص العشب التي وجداها بالخلف جذبت مشتريا. إنه البستاني المقاول ذو 14 عاما آيدن. أريد أن أبدأ عملا بقص العشب وآمل أن أجني المال منه. سأفاوض بشكل كبير إن احتجت لهذا بلا شك. أنت إيدن؟ أجل. من الجميل أن تبدأ العمل في مجال الحدائق، أليس كذلك؟ تعجبني وتثير اهتمامي لأنك مقاول الآن. ستأخذ هذه مقابل 35 باوندا. لا، سأخبرك ماذا سأفعل يا إيدن. أنا بمزاج جيد، سأدعك تحصل عليها مقابل 20 باوندا. يمكنني ذلك. تملكها؟ أجل. آلة قص العشب الوسخة هذه بيعت لفتى بالمدرسة مقابل 20 باوندا. ماذا يحدث للعالم؟ تغلب علي فتى بالرابعة. ما خطب المدارس هذه الأيام؟ ليس لدى فرانكي الوقت للتحدث عن النظام التعليمي في المملكة المتحدة. حتى المحرك الذي ينقصه المكربن حصل على مشتر. مرحبا، تلقيت رسالة إلكترونية حول المحرك وعلبة التروس. حسنا، هذا رائع، سأعقد الصفقة. لن أجادلك بهذا. سيارات معدلة. أتعلم ماذا؟ أنت تسحب الكلام من فمي. هذا ما كنت أفكر به. أنت في الساحل الجنوبي، هذا مضحك، أحب هذا. سأخبرك بأمر، سأتي إليه. أجل، أخذ يوم إجازة ونصطاد السمك. أنا في طريقي إلى ليتل هامبتون لأرى عجوزا اسمه تيم، يريد محرك سوزوكي ساموراي. إنه يعمل في مجال السيارات المعدلة أو ما شابه، شيئا كهذا. أنا قادم يا ليتل هامبتون. هذه السيارات تروي نصف القصة. وجد فرانكي الرجل الوحيد في المملكة المتحدة الذي يعمل بالمحركات الغاطسة، وهو تيم داتون. نحن نصنع السيارات المبرمائية منذ عام 95. جميع السيارات التي بعناها حول العالم بعيدا عن أمريكا وكندا صنعت من سوزوكي جيمني، لكنهم لا يصدرون الجيمني لأمريكا وكندا. لذا عندما نبيعها هناك
نعود لسيارة السوزوكي السابقة وهي ساموراي، لهذا أريد محرك ساموراي. مرحبا فرانكي. مرحبا تيم. ما قصة المحرك؟ لما جعلتني أحضره من لندن؟ اصعد وسأريك ماذا نفعل. ماذا نفعل؟ بهذه؟ بهذه إحدى السيارات المعدلة؟ أجل، أمر مشابه لكن هذه مختلفة قليلا. لا يستفيد فرانكي من سماع غناء البحارين، لكنه يتأكد أنه يمنح المحرك لمصمم سيارة معدلة. هذا اليوم سيتغير بشكل غير متوقع. تأخذني في جولة؟ أجل، سننعطف هنا. ماذا تفعل تيم؟ هناك ماء بالأسفل. أسفل تيم تيم لا لا تيم تيم لا 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 تيم لا لا أخرجني من هنا يا تيم، أخرجني من هنا. أنا منزعج قليلا لأنك متحاذق معي، سنغرق لا شك في هذا. أخذني في جولة في قارب وأنا أصرخ مثل المجنون. هذا عادي ولا يعني شيئا، لا يعني شيئا. أخرجني من هنا، هذا غير مضحك، غير مضحك. كان الأمر مخيفا في البداية، لكنك تشعر بالخوف، تشعر بشيء يبدو كسيارة لا تتوقع أن تقود بالماء. نحن بسيارة يتم، سيارة، لن تحصل على سيارة وقارب، هذه حقيقة. تناسب بعضها بشكل جيد، سيارة وقارب. لا 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 يتم، لا أحب المال على أي حال. لم أكن خائفا كما توحي كلمة خائف. أرى أنك متحمس جدا يا صديقي، يا صديقي. هناك أمر لا يمكن أن يخيف فرانكي، وهو التفاوض على السعر. لنتحدث عن الأرقام الآن. حسنا، أنا أقدم لك قطعة جيدة لا تساوي أقل من 120 باوندا. كم فتت الضمان عليها؟ لا تحصل على ضمان. به قطع مفقودة ومهمة مثل المكربن. لكن المكربن ليس هنا أو هنا. لكنه ليس موجودا. لا، ليس هنا بالتأكيد. سأعطيك هذا، تفضل. 80 باوندا؟ لا لا، سأخبرك ماذا سأفعل يا تيم. سأقول لك 100 باوند تيم. هذا جيد، اتفقنا. 100 باوند مقابل محرك ساموراي هو حلم راي، هو حلم كل مفكك سيارات. الوصل من فضلك؟ الوصل؟ نعم. إلى اللقاء تيم. في القاعدة، حان الوقت ليحدد جورج إن كان لمحرك السيتشينتو قدرة كمحرك الخصم. أزن المحرك، وإنها اللحظة الحاسمة. علينا أن نرى داخله، أن نزيل الرأس ونرى. أول ما عليك فعله هو إزالة غطاء المحرك. الخطوة التالية هي إزالة الشريط، ثم نزيل المسامير ونرفعه. ثم نرفع الرأس وننظر. هذه هي حشية الرأس، حشية الرأس، ووظيفتها أن تعمل كستار بين الرأس والجسد، وهي تسمح للمحلول المبرد أن يمر بجانب الأسطوانات ولا يدخلها. وهنا يوجد حلقة حديدية تسمى حلقة الحريق، تسمح للغازات أن تبقى بالأسطوانات وتعبر للرأس. لكن كما ترون، رأيت الحلقة الأولى مباشرة صدئة، ومن هنا يدخل المحلول المبرد للأسطوانة، لهذا يفقد المحرك الماء ولا يعمل. ولسوء الحظ، هذا ليس خبرا جيدا، لأنه ناهيك عن تبديل حشية الرأس. علينا أن نسقل الرأس، ولديك الشريط، وسنجني 200 باوند من المحرك. أخشى أنه بهذه الحالة لن نجني منه المال، وسيذهب مجهودنا عبثا. تعلم بهذه اللعبة تحصل على شيء من المحرك دائما، ليس هذه المرة، إنه عديم الجدوى. بناء على الوقت الذي أمامنا وعلى تكلفة إعادة تشغيله، تحتاج إلى معجزة. نعم، أنا أحتاج إلى معجزة حقا. الثلاثة أيام التي منحت للفريقين لتفكيك السيارات الرخيصة أوشكت على الانتهاء. شبكة عنكبوت. استمتع بن وفرانكي بتفكيك مثالي تقريبا، وبقيت لديهم قطع قليلة لبيعها بسيارة السوزوكي ساموراي. نجح جورج واشلدن بالحصول على أرباح قليلة بسيارة الفيات سيتشينتو،
لكن بعد معرفة أن المحرك عديم الفائدة يحتاجان لبيع كبير ليصبح لديهما أمل بالفوز. ومع اقتراب انتهاء الوقت بتوقيت مختلف، يحاول شيلدن بيع الهيكل الرياضي بشتى الطرق. أيمكن أن يكون وصل الإنقاذ مع مختص الفيات مايات؟ بدأنا بعام 2008 ومتخصصون بسيارتين فيات 600 وتشينكو تشينتوز. اقترضت 350 باوندا من والدي لبدء العمل وازدهر بعدها. أتيت اليوم لشراء بعض قطع الهيكل وأنا مهتم بالأضواء. حسناً، ها هي القطع التي تحدثنا عنها. نعم، ممتص صدمات الأمامي بحالة أسوأ مما اعتقدت. نعم، من الواضح أنه من تصادم لأن الأضواء من سيارة أقدم. لا يوجد تصدعات عليه، ربما به بعض الخدوش. عموماً إن وضعته على السيارة ستقوم بطليه. سأبيع المجموعة مع أضواء الضباب. كم تريد؟ 130 للهيكل و40 للأضواء. كنت سأقول أقل من هذا السعر بـ100، كنت سأقول 70. أنا من يوركشير. وأنا من ستانمور، لا تنازل لأحد. 100 باوند. لا لا، لنقل 130. 115. 120 وصافحني. حسنا، أنت فتى قوي. شكرا. الحصول على أي قدر من المال من رجل من يوركشير يعتبر إنجازا. 120 باوندا في اللحظة الأخيرة تعتبر فرحة. هذه الصفقة تعتبر الفصل الأخير في قصة جورج وشيلدن. حان وقت توزين ما تبقى من السيشنتو للخردة. بما أن سعر الخردة 125 باوندا للطن، 532 كيلوغراما تضيف 67 باوندا للأرباح. صفقة الهاتف لبيع هيكل الساموراي 75 باوندا تعني أنه لم يتبقى لدى فرانكي وبن الكثير لتوزينه، لكن 127 كيلوغراما المتبقية تساوي 24 باوندا كصندوق. كان تحديا قويا، لكن من سيكون ملك الصفقات؟ هناك ما يخبرني أن هذه أكبر مما بدت عليه. أعتقد أن سيارتكما تبدو أفضل هكذا. هذا مضحك جورج، مضحك جدا. عموما ماذا يقول المال؟ اشترينا هذه السيارة مقابل 120 باوندا، إنها من الذهب. مجموع المبيعات 520 باوندا، وهكذا مجموع الأرباح 400 باوند. ها هي. شراء سيارة بسعر رخيص كان مفتاح نجاح فرانكي وبن. بيع العجلات لوحدها أتى بأرباح، مما سمح للمبيعات الصغيرة بأن تكون مفيدة. ومبيعات الهاتف لقضيب الحماية ومحور الدوران كان أمرا رائعا. 400 باوند تمثل ربح 333%، انقلاب رائع. لكن هل هو الرقم الفائز؟ دفعنا 250 ثمنا للسيارة، مجموع المبيعات 600 وباوندان. الربح الصافي 352 باوندان. دفع شيلدن وجورج 250 باوندان كاملة مقابل الفيات، لكنهما بقيا بالتحدي. معظم أرباحهم أتت من بيع العجلات، وممتص الصدمات الأمامي والهيكل. بينما ساعد بيع نظام العادم والكابح الخلفي على تقليل الفارق، لكن المحرك كلفهما الكثير مع خسارتهما بفارق 48 باوندا فقط. علي القول بأنه عليك احترام من يستحق. قمت بأداء جيد. الحياة سفينة محطمة، والسيارات هكذا. كيف يعقل أن نخسر أمام سيارة من قاع بحيرة؟ أشعر بالذنب لأننا خسرنا، ويجب أن أكون حزينا، لكنني لست كذلك بعد الجولة في تلك العربة الصغيرة. اتخذت قرارا، سأشتري واحدة. منذ بداية البرنامج جميع القطاع التي فككت وبيعت ساعدت سيارة أخرى أن تحيا مجددا. الأخوان جينيلو فرحان بعجلات السيتشينتو.
وتيم دوتن منشغل بنقل محرك ساموراي لسيارة برمائية. ليس هذا المحرك، لهذا يبتسم، بينما لم يفرح أيدن الصغير بآلة قص العشب من فرانكي.